السلام عليكم. انا قلت اعمل تجربة حلوة، اربي الفرخ التسمين مع الفرخ الرزي في وقت واحد، اما اشوف النتيجة وقارن بين الفرخ ده. الهون بيكبر بسرعة طبعا، في المرتبة الاولى التسمين بيكبر بسرعة جدا. الفراخ اللي قدامكم دي عمر بالظبط 15 يوم. انا جبت الفراخ الرزي الكتكوت عامل 18 جنيه ونص، والكتكوت التسمين عامل 40 جنيه. جبت الفراخ حضنتهم الاول في صندوق صغير مع الفراخ الرزي، وكنت بحط لهم التحصينه بتاعتهم اللي في الاول، وبحط لهم على في 23%. بعد كده اما الفراخ بتاعتي بدات تكبر شويه، استخدمت طبعا البلكونه عندي مترين في 80 سنتي، فرشتها تبن، وحطيت فيها اكل، وجبت حلة مية عشان كمية الفراخ كبيرة. البلكونة دي عندي المترين دي انا حاطة فيها 40 فرخ، بسم الله ما شاء الله. في حجم الفراخ التسمين عمر 15 يوم، حلوين جدا. الفرخ يعني هيعدي نص كيلو وزيادة. طبعا انتوا عارفين على 20 يوم بتبقى الفرخ كيلو الا ربع، ده الوزن الطبيعي بتاع التسمين. الفراخ الرزي كلها بتبقى سمرة، هي رزي الاصلي. الناس بتشوف الفراخ السمرة دي بتقول عليها فيومي، لا الفيومي بتبقى رصاصي او ذهبي، الرزي بتبقى رجلها سودة، شكل تاني خالص، وبتيجي بسرعة وبتكبر. الفرخ بيعدي 3 و4 كيلو. قلت ربيهم مع بعضيهم، عايزة تحضنهم مع بعض. في البداية حضنيهم بياخدوا على بعض وبياخدوا علاج واحد، ودرجة الحرارة بتبقى واحدة. ما ينفعش تحضني دي لوحده وده لوحده وتيجي تخلطهم على بعض، لا غلط، لا تربيهم مع بعض. وبسم الله ما شاء الله دلوقتي الفراخ عندي بتجري وبتلعب، يعني واخدين على بعض، ما فيش حد بيأذي التاني، وسهلة جدا نربيهم. لو انت عندك مكان واسع ممكن تحط كذا نوع على بعضه عادي، كلها فراخ وكلها بتاكل نفس النوع. وبسم الله ما شاء الله عندي، انا بحط لهم على طول، بعمل لهم خلطات عشان خاطر البرد. لو فراخك بدأت تكخ منك من درجة الحرارة وكده، كل اللي عليكي هتجيبي راس توم زي ما هي، وبصلتين وليمونة كبيرة، وتحطهم في الخلاط، تفرمهم كويس جدا. بعد كده بتصفيهم زي ما انتوا شايفين كده، مية صافي عشان هما ما بياكلوش الحتريش اللي طالعة، وتصفيهم. بعد كده بتحطهم للفراخ في المية وبيشربوها، بتحسن من مناعة الفرخ وبتقوي عنده المناعة، وبتقضي قضاء تام على الكخة، ما بتخليش الفراخ تكخ، وبتخلي الفراخ نفسها مفتوحة على الأكل وتاكل ونشيطة. ده البصل ده فيه مضادات حيوي أحسن من العلاج اللي برة. نفضل نجيب علاج ونخسر فلوس والفراخ ما بتتحسنش. أهم حاجة، أهم 3 حاجات عشان دورة فراخ ناجحة. أول شيء التهوية عشان خطر النفس وكده، هو ده اللي بيجيب الكخة للفراخ، لازم تهوي حتى لو فتحة صغيرة للفراخ. تاني شيء النظافة المستمرة، حاول على قد ما تقدري بتحط الفرشة وتنظفي اول باول، لو معرفتيش تنظفي حط طبقة جير وحط طبقة كمان تبني فوقيها عشان الفرشة يكون نظيفة للفراخ يعرفوا ياكلوا وما تتكونش حشرات. وجيب العلف اللي هو الاصلي 23%، ما تجيبيش 21 في الاول عشان خاطر الفيتامينات فيه قليلة. بعد كده بعد ما تحط لهم الوجبات، طبعا الفراخ التسمين على 20 يوم بياكلوا العلف اللي هو السوبر نامي عشان خاطر بيخليهم يعملوا مجهود اقل ويكبروا بسرعة. والفراخ الرزي لسه صغيرين بياكلوا العلف 23%. هنحل المسألة دي ازاي هوريكم في فيديو تاني، اللي انا بحط اكل ايه على بعضه عشان خاطر الفراخ الاتنين يعرفوا ياكلوا. طبعا بجيب العلف 23% وبجيب العلف اللي هو 21 السوبر نامي، واخلطهم على بعض، او لو مش عايزة تخلطيهم بتجيبي علفتين او طبقين، بتحط العلف 23 لوحده والعلف الكبير لوحده عادي. هو اللي بيعرف ياكل العلف الطويل بياكله، ده طبعا التسمين، واللي ما بيعرفش بياكل العلف الصغير.
وبيكبر معاكي الفرخ بسرعة ان شاء الله بإذن الله. وهيجوا مع بعض، اولا هتوفري في الوقت وهتوفري في المكان، لو انت مش عندك مكان ونفسك تربي النوعين او تلات انواع هتوفري بدل ما تعملي مكان تاني وتحيري نفسك. وبرضو الحرارة الكهرباء، بدل ما انت تجيبي لمضتين والكهرباء تسحب منك كهرباء عالية، لا يكون لمضة واحدة، تعملي اتنين في واحد وتربي الفراخ بتاعتك وهتيجي معاكي. وبسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين احجامهم حلوة وكويسين، عادي ما فيش مانع. من اللي قال لكم التسمين هيتربى لوحده؟ لا عادي، التسمين ممكن تربيه مع الفراخ البلدي، ممكن تربيه. اهم حاجة النظافة، طول ما المكان نظيف ومتنظف كويس ما تخافيش من اي حاجة. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدعموني، عشان انا بقالي 4 سنين شغالة على القناة وبشتغل وبنزل فيديوهات كتيرة جدا، ولسه ربنا مش وفقني. يلا سلام عليكم.